10 شهداء فلسطينيين وأكثر من 1000 مصاب في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة. الحرب الباردة بين موسكو والغرب تشتعل بعد طرد روسيا لعدة دبلوماسيين أوروبيين. ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية يؤكد أن عملية الاقتراع تمت طبقا للمعايير الدولية. جولة الخامسة من أونلايف، أهلا بحضراتكم. من العناوين إلى التفاصيل، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 10 شهداء. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1000 فلسطيني. وتأتي المواجهات تزامنا مع إحياء ذكرى يوم الأرض، حيث انطلقت منذ صباح اليوم مسيرات نحو السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وأطلقت الفصائل على المسيرات اسم العودة وكسر الحصار، مؤكدة أنها ستكون شعبية وسلمية. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحدود مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، حيث رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب في مدينة القدس المحتلة. ودفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من عناصر وحداته الخاصة ومن قوات ما تسمى بحرس الحدود إلى وسط المدينة، فضلا عن إقامة متاريس حديدية وحواجز عسكرية وشرطية مشتركة في العديد من شوارع وطرقات وأحياء المدينة. هذا وقد استخدم الاحتلال للمرة الأولى طائرات بدون طيار لإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة. ويواصل الاحتلال استخدام شتى الأساليب لقمع المسيرات السلمية التي انطلقت صباح اليوم في عدة مدن بالقطاع، إحياء لذكرى يوم الأرض، الذكرى 42 ليوم الأرض الفلسطيني، والذي يصادف 30 من مارس من كل عام.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن مسيرة العودة الكبرى بداية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأضاف هنية في كلمة أمام الآلاف من الفلسطينيين المشاركين في المسيرة أن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته، وبخروجه اليوم يأتي ردا على قرار ترامب بشأن القدس، وقال إنه لا بديل عن فلسطين وحق العودة. ورأى هنية أن الشعب الفلسطيني أثبت فشل كل الرهانات على نسيانه لأرضه وحقه فيها. من جانبها أيضا أكدت حركة فتح أن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتا مدافعا عن أرضه وهويته الوطنية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الحركة في بيان لها تزامنا مع الذكرى 42 ليوم الأرض، قالت إن الشعب الفلسطيني ضرب أروع معاني العزة والصمود في الدفاع عن أرضه في مواجهة الاحتلال. حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين في قطاع غزة في ذكرى يوم الأرض. وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم باسم المحمود بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال، مؤكدا على تمسك حكومة الوفاق بتحقيق المصالحة الوطنية وباستمرار بذل كافة الجهود من أجل إنهاء الانقسام. من جانبه أدان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي لمظاهرات الشعب الفلسطيني ولمسيراته التي خرجت بمناسبة ذكرى يوم الأرض ومسيرات العودة الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين فضلا عن إصابة أكثر من 370 آخرين. وشدد مفتي الجمهورية في بيان له على دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في انتفاضته ومسيراته من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة وعودتهم لديارهم والدفاع عن مدينتهم المقدسة وعاصمة دولتهم الأبدية، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استعادة أرضهم المحتلة. أدان الأزهر الشريف قمع الاحتلال للمظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها الفلسطينيون بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض. وطالب الأزهر في بيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الشعب الفلسطيني في صموده وكفاحه الوطني، مطالبا مجلس الأمن الدولي الاطلاع بمسؤولياته في وقف الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين. للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا من غزة الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطلة. أهلا بك معنا أستاذ أكرم على أونلايف. ها هي فلسطين في ذكرى 42 ليوم الأرض، كيف تراها وما هي قراءتك؟ سيد أكرم تسمعني؟ طيب، إلى أن نتواصل مرة أخرى مع سيد أكرم ويتحقق لنا هذا الاتصال. يعني إذن مشاهدينا الكرام، فلسطين تخرج بمسيرة العودة وإسرائيل ها هي تقتل المتظاهرين، والاحتلال قام بنشر 3000 جندي في محيط قطاع غزة وأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة 10 شهداء فلسطينيين وأكثر من 1000 مصاب في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، والذي يصادف 30 من مارس كل عام. تدفق آلاف الفلسطينيين
في صباح يوم الجمعة قرب الحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية سلمية أطلق عليها مسيرة العودة. إذا عاد إلينا من جديد الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله، أهلا بك معنا سيد أكرم. هذه المرة قراءتك لمشهد فلسطين وما يحدث فيها الآن بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض. يعني مرحبا بكم وبجميع السيدات والسادة المشاهدين. كان المشهد كان اليوم مختلف. نعم. خمس نقاط تجمعات فلسطينية في مناطق قريبة للحدود الفلسطينية، في كل تجمع كان عشرات الآلاف. هذا لم يحدث منذ زمن. غزة اليوم تطلق صرختها، صرخة التحدي في وجه إسرائيل. غزة تقول أنها لا تنسى الأرض. غزة تقول أنها لن تسمح بتمرير مخططات الإسرائيلية، لن تسمح بتشويعها، لن تسمح بأن يتم التنكيل بها أكثر من ذلك. غزة في ذروة الاجتياح السياسي الإسرائيلي الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية، غزة تستل إرادتها وتستعيد وجهها وتقول أنها على قدر كبير من التحدي. واليوم كان هذه العشرات الآلاف الكبيرة والكثيفة والتي شاهدها العالم على كل وسائل الإعلام لم تكن أكثر من بروفا ليوم النكبة والذي يصادف يوم الأسود في التاريخ الفلسطيني، يوم إقامة دولة إسرائيل. غزة تقول أنها جاهزة لتجتاح الحدود وتأكلها بأسنانها. تمتلك غزة من الإرادة ما يمكنها أن تستمر بالكفاح ضد إسرائيل لمئة عام قادمة. غزة هي مخزون الإرادة الوطنية بلا شك، وبالتالي إذا كانت إسرائيل راهنت على مسح الذاكرة الغزية، راهنت على مسح ذاكرة الفلسطينيين حسب مقولة أنه الكبار يموتون والصغار ينسون كما قالت رئيسة وزراء سابقة اسمها جولدا مائير، قالت ذلك. إذا كان الكبار قد خرجوا هربوا من الأرض فإن الجيل الرابع الآن، يعني من شاهد الإصرار في عيونهم، أنا كنت اليوم في موقعين من المواقع، موقع شمال قطاع غزة موقع أبو صفية وموقع الشجاعية موقع مدينة غزة، رأيت كم كيف كان يتصرف الشباب، كيف لديهم إصرار. كان هناك طلب منهم ألا يقتربوا ألا يجتازوا 700 متر. اليوم قيل لهم هم على الجميع منذ أسبوع يعمم أنه يجب أن يبقوا على مسافة 700 متر من الحدود. لا أحد تمكن من ضبط هذا الجيل الشاب الذي يريد أن يسرع بالمواجهة. اندفعوا إلى أكثر من ذلك، وصلوا إلى الحدود الملاصقة، كان هناك سكنات عسكرية إسرائيلية. إسرائيل بالتأكيد تابعتهم حجم التجهيزات التي يعني تجهزها منذ أكثر من أسبوع، قناصة منتشرون، رئيس الكركان غزة أيدن كوت غرفة عملياته إلى جانب الحدود، يقود قواته القناصة، الجرافات الإسرائيلية، الدبابات الإسرائيلية، الطائرات الإسرائيلية، قنابل الغاز، جرحى بالمئات، شهداء الرقم يعني لم يكن متوقع، ربما وصل إلى 10 حتى الآن. صحيح. من بين الإصابات كم سيستشهد، ومع ذلك غزة تقول هذا ثمن رخيص مقابل الكرامة ومقابل الأرض مقابل الحرية، وهي غالية. مستعد الشعب الفلسطيني وهنا في قطاع غزة كجزء من الشعب الفلسطيني جاهز لدفع كل الأثمان من أجل حريته وكرامته وأرضه. طيب ما المتوقع بعد ذلك سيد أكرم؟ يعني هل هناك مؤشر لأن تتجه الأمور إلى تصعيد أكثر من ذلك؟ يعني ما حدث اليوم بروفا ستستمر حتى تبلغ ذروتها بالخمس عشر من أيار. اليوم يعني مجرد رسالة أرسلتها غزة للفلسطيني أو للداخل الفلسطيني، وأرسلتها للعالم ولإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، رسائل متعددة الاتجاهات ورسالة قوية قوية جدا. من رأى الحشود البشرية يدرك أن الرسالة كانت واضحة وقوية. رسالة للمقدسين أنه كفى هذا العدد، في شيء اسمه قضية فلسطينية ومشروع فلسطيني، والحالة الفلسطينية حالة عابثة بمناورات المصالحة التي لم تأتي بعد. ورسالة لإسرائيل أنه على إسرائيل أن تنسى أن الفلسطينيين سينسوا أرضهم وقضيتهم. هذا موضوع خارج إطار الحسبة الفلسطينية. وترسل رسالة لترامب اللي يعني هو يحمل مشروع إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها، وقضية اللاجئين بالذات ما فعله
بتجميد أموال وكالة الغوث كنوع من تجفيف وكالة الغوث الداعمة للفلسطينيين للاجئين. اللاجئون اليوم هم أنفسهم المستهدفون من قبل الإدارة الأمريكية، هم الذين ذهبوا ليقولوا بشكل معاكس، بمعنى الإدارة الأمريكية تسير في اتجاه واللاجئون يسيرون في اتجاه عنيد مناقض معاكس، قادر على لأن محمد بن إسرائيل قادر على أن يثبت في وجه الرياح الأمريكية العاتية. طيب يعني حضرتك ذكرت وصف معين هنا فيما يتعلق بالحالة العابثة سيد أكرم، هذه الحالة العابثة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، هذه الحالة العابثة أيضا فيما يتعلق بتعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، إلى ما ستقود هذه المسيرة العابثة لمشهد فلسطيني ساخن متوتر في آلاف المصابين؟ نتحدث اليوم عن عشرات شهداء، إذن من متوقع سيد أكرم، ما المطلوب من المجتمع الدولي بأن يقرر بكل حزم وحزم تجاه هذا الملف الفلسطيني في يعني بالتزامن مع هذه الأجواء الساخنة؟ المجتمع الدولي هذا مجتمع نحن نتهمه بتهمة التواطؤ بالصمت. الجزء نعم. من المغامرة التي حدثت ضد الشعب الفلسطيني. المجتمع الدولي شريك شاهد على نكبتنا وشريك ومتواطئ إلى جانب إسرائيل، حتى الآن لم يضغط على إسرائيل، حتى الآن إسرائيل تتصرف كالطفل المدلل للعالم. إسرائيل ارتكبت كل الجرائم، إسرائيل خالفت القانون الدولي. اليوم كل الفلسطينيين على الحدود لا أحد منهم يحمل أي نوع من السلاح الناري على الإطلاق، هم جماهير شعبية تتحرك لا تحمل غير صدرها المفتوح للرصاص، والإسرائيلي يستخدم رصاص، مين يستخدم رصاص ضد الشعوب؟ وهذا معلن ومعروف، وحتى الآن كل العشرات الآلاف لم تطلق رصاصة فلسطينية واحدة، لكن كم رصاصة إسرائيلية أطلقت وقتلت وجرحت؟ هذا مخالف للقانون الدولي، هذا إسرائيل بدها محاكمة. لم يحاكم ضابط إسرائيلي بكل الجرائم التي ارتكبت، لم يحاكم رئيس إسرائيل، رئيس وزراء إسرائيلي، لم يحاكم جندي إسرائيلي حتى، وحتى جندي عندما قتل عندما قتل فلسطيني ينفوكم لمدة 5 أشهر ولا 6 أشهر، مش معقول، والعالم كله بيتفرج، وطفلة فلسطينية بتصفع جندي إسرائيلي بأصابعها الناعمة، بتصفعك بتاخذ اكثر من الجندي، قبل عهد التميمي هنا 8 شهور بتاخذ اكثر من الرعية الجندي اللي قتل فلسطيني. هذا المشهد لوحده، هذا التناقض العجيب، هذا كل العالم شاهد عليه، جندي بيقتل فلسطيني بنحبس 4 شهور، طفل فلسطيني باصابعها على وجه الجندي بتصفع بتاخذ 8 شهور سجن. طب مش هاي لحالها دليل على انه هذا العالم بلا ضمير؟ العالم مطلوب منه ان يقف وأن يعترف بحل الدولتين وأن يقول دولة فلسطينية على حدود 67، وعندما يعلن الرئيس ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل على العالم كله أن يقف في نفس اللحظة ويقول هذا اعتراف يمثل الولايات المتحدة الأمريكية، كلنا نقول أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، لكن نشعر أنه لا أحد يصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، والفلسطيني دمه رخيص على مستوى العالم، ومش كثير مهم لو قتل عشرات الفلسطينيين، لكن عندما يصفى جند اسرائيلي واحد كل العالم بده يدا. هذه القضيه، وهذا دليل على يعني الميزان الذي يكيل به العالم مصالحه اهم من مبادئه. نعم يعني في البدايه شاهدنا بالتاكيد الرئيس الفلسطيني في سيد اكرم معي؟ نعم. طيب أسألك عن في بداية المشهد سيد أكرم، وفي بداية أيضا قرار ترامب رأينا تحركات للرئيس الفلسطيني هنا وهناك، وإعلان رافض بكل طبعا الوسائل شكلا ومضمونا عن قرار ترامب، لكن هدأت يعني هدأ الموضوع بشكل أو بآخر، وبدأ اليوم يأخذ شكل
الجديد ومشهد مختلف بشكل أو بآخر. هنا أتحدث عن المصالحة الفلسطينية بالتحديد، الدعم المصري لهذه المصالحة الفلسطينية كيف تراها؟ يعني نحن نطالب بوحدة أو حد أدنى من الوحدة المطلوبة لمواجهة هذه التحديات التي تعصف بالشعب الفلسطيني، ما مسار هذه الوحدة؟ أنا أعتقد أنه المسار متعثر بكل أساس، والفلسطينيون لا يسلكون سلوكا يتناسب مع مستوى التحديات. التحديات على القضية الفلسطينية خطيرة، والمؤامرات كبيرة، والسلوك الفلسطيني أقل كثيرا من أن يعني يتناسب مع مستوى ما هو قادم. ما هو قادم هو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وما هو قائم فلسطينيا هو حالة من العبث اللي حتى الآن تختلف على توزيع سلطة ومناصب وحصص وتسلم سلطة وسلام سلطة وتمكين حكومة ورواتب ومش رواتب. المقارنة جارحة بالنسبة لنا كفلسطينيين. احنا نراقب الحالة، نراقب حجم الخطر المحدق بنا، ونراقب سلوك فصائلنا، والهوة كبيرة جدا إلى درجة تجعلنا نقول أنه ليس هكذا تدار القضايا. مصر بذلت جهود كبيرة جدا، رئيس شخصيا تدخل وأرسل مدير المخابرات العامة إلى قطاع غزة، والوفد المصري مكث هنا في قطاع غزة وحاول دفع الأمور. بذلت مصر جهود كبيرة، لكن بكل أسف يعني لم تستطع أن توصلنا حتى الآن إلى ما يريد الفلسطينيون. علقوا أمل كبير على هذه المصالحة، كثير كانوا سعيدين بهذا الحضور المصري القوي الذي اعتقد الفلسطينيون أنه سيلزم الفصائل الفلسطينية، لكن بكل أسف يعني كأنه قدرنا أن نبقى في هذا الانقسام. مطلوب لن يأس، ولكن يعني سيستمر. الفلسطينيون اليوم كان بإمكانهم هذا، هذه الإرادة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني خرج بإمكانه أن يعني ينهي الانقسام إذا قرر، لكن بكل أسف باتجاه إسرائيل الأخطاء دافعية من اتجاه العمل يعني للضغط على الفصائل. ويبقى الدور المصري، مطلوب من مصر لأنها في انتخابات الآن بنجاح، وأتمت يعني هذه المعركة الانتخابية، الآن مصر أكثر استقرارا، وبالتالي يعني مطلوب منها والفلسطينيين كلهم يطلبون من مصر عودة الدور المصري بكثافة وبقوة أكثر من السابق. نعم، أشكرك جزيل الشكر. من غزة الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطلة على هذه المداخلة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لاستكمال ما تبقى من هذه الجولة. أهلا بحضراتكم من جديد. وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جماعة الإخوان المسلمين بأنها حاضنة للإرهابيين، وأضاف بن سلمان الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة في تصريحات صحفية أنه يجب التخلص من الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب. وفيما له علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، طالب ولي العهد السعودي بمواصلة الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن البديل عن العقوبات الاقتصادية والضغط السياسي هو المواجهة العسكرية المباشرة. طردت روسيا دبلوماسيين هولنديين اثنين على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، كما استدعت موسكو سفراء عدد من الدول التي أقدمت على طرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قضية سكريبال. وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية إنه سيتم تسليم السفراء لمذكرات احتجاج والإعلان عن تدابير جديدة من الجانب الروسي. نفت جماعة ما يسمى بجيش الإسلام المسلحة في سوريا توصلها لاتفاق مع روسيا بشأن انسحابها من مدينة دوما قرب دمشق، وكان التلفزيون السوري قد أعلن عن قرب التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي جيش الإسلام من دوما إلى إدلب، بناء على اتفاق بين روسيا والمسلحين في نهاية مفاوضاتهم التي بدأت منذ أيام حول مصير المسلحين في المدينة. وفي وقت هدد الجيش السوري بشن عملية عسكرية كبرى في المدينة حال لم ينسحب منها المسلحون.
بعد إعلان روسيا إغلاق قنصلية الولايات 60 دبلوماسيا أمريكيا، أكد البيت الأبيض أنه يمثل مرحلة جديدة من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وأن الولايات المتحدة ستتعامل مع ذلك. مرحلة جديدة من تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو، هذا ما يبدو عليه الوضع حاليا بين البلدين بحسب وصف البيت الأبيض لقرار موسكو طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبورغ. وأوضحت موسكو أن المغادرة لا تشمل فقط مبنى القنصلية، بل تشمل أيضا مقر إقامة القنصل العام. يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة وأكثر من 10 دول شريكة، بالإضافة إلى حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي والقاضي بطرد عملاء استخبارات روس، شكل ردا مناسبا على الهجوم الروسي في الأراضي البريطانية. أما المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فقد استغربت القرار الروسي. موسكو قررت أن تنعزل أكثر من خلال طرد 60 دبلوماسيا وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرغ. نحن نحتفظ بحق الرد وخيارات واشنطن قيد الدراسة. كانت موسكو قد أعلنت أن قرار طرد الدبلوماسيين الأمريكيين جاء ردا على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن إثر هجوم بغاز الأعصاب استهدف جاسوسا روسيا سابقا في بريطانيا. وشددت روسيا مرارا على عدم تورطها في قضية الهجوم على الجاسوس، واتهمت بريطانيا بعدم الرغبة في الاستماع إلى رد موسكو. ولقي الهجوم على الجاسوس الروسي السابق ردود فعل واسعة، إذ طردت عشرات الدول حول العالم أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قواته قد تدخل سنجار في العراق في أي وقت. وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية إن أنقرة عازمة على طرد المسلحين، في إشارة إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني من العراق وإنهاء أنشطتهم بشكل كامل. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة بدأت بالفعل الإعداد لتطهير مناطق عين العرب ورأس العين وتل أبيض في سوريا من المسلحين حتى الحدود مع العراق. كانت تركيا أعربت عن رفضها للعرض الفرنسي والذي يتمثل بوساطة لبدء حوار بين الجانب التركي وقوات سوريا الديمقراطية. وكان ماكرون قد استقبل أمس الخميس وفدا من قوات سوريا الديمقراطية، واقترح ماكرون خلاله أن تقوم فرنسا بوساطة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة وتركيا من جهة أخرى لبدء الحوار بين الطرفين بمساعدة المجتمع الدولي. وأفاد مسؤول كردي بأن فرنسا وعدت بإرسال قوات إلى مدينة منبج السورية لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض مواجهة مفتوحة مع القوات التركية. قتل جنديان وأصيب 5 آخرون من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في انفجار عبوة ناسفة في سوريا. وقال التحالف في بيان له إن الانفجار وقع مساء أمس الخميس، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة. أدان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التفجير الإرهابي الذي وقع في بوابة أجدابيا الشرقية. واستنكر صالح الهجوم الذي وصفه بالإرهابي والذي استهدف مواطنين أبرياء أثناء قيامهم بواجبهم المقدس في حماية مدينتهم. ووجه رئيس مجلس النواب رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وكل الجهات ذات العلاقة لتقديم العلاج للجرحى بالداخل أو بالخارج لمن تلزم حالتهم ذلك والاعتناء بهم، مشددا على سرعة ضبط الجناة. تمكن الجيش اليمني من السيطرة على مديرية القبيطة في محافظة لحج جنوب البلاد، ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر عسكرية باندلاع مواجهات بين الميليشيات وقوات من الجيش في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. وفي محافظة صعدة جددت قوات الجيش مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية قصفها لمواقع الميليشيات على مختلف المحاور في المحافظة. إذا نعود بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بحضراتكم.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها لأي طعون على نتائج اللجان العامة للانتخابات الرئاسية خلال الفترة الرسمية للطعن. وأضاف المتحدث باسم الهيئة المستشار محمود الشريف في تصريحات وقال إن نتائج المحافظات وصلت لمقر الهيئة باستثناء الوادي الجديد نظرا لبعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق بعد إضافة نتائج تصويت المصريين بالخارج استعدادا لإعلان النتائج النهائية الاثنين المقبل. في تصريحات لأونلايف قال نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا، قال إن البيان المبدئي لبعثة الاتحاد الإفريقي حول سير الانتخابات الرئاسية تضمن العديد من النقاط الإيجابية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية عملت على تقديم كافة التسهيلات للمراقبين خلال فترة عملهم. كثير من النقاط الإيجابية اللي كلنا لمسناها في الشارع المصري في لجان الانتخاب ومن ناحية المشاركة بصفة خاصة مشاركة المرأة والتسهيلات اللي وفرتها الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للاشتراك في الانتخابات. بنبقى حريصين على ان احنا نعرف من بعثات المتابعة اللجان اللي هم حيزوروها بالذات في محافظات خارج القاهرة، وإذا كانوا طالبين أي مساعدات بنوفرها لهم، إذا كانوا طالبين أي حماية بنوفرها لهم، وده بيتم طبعا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية ووزارة الداخلية. من جهته أشاد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية السفير عبد الحميد بوزاهر بالتنظيم المحكم والشفافية التي سادت العملية الانتخابية. كانت ملاحظات وقد تقارير بمكان اعتبارها إيجابية للغاية، ما عدا بعض الملاحظات، وإنما هذه الملاحظات مهما كانت يعني صوابها جدية إلا أنها لم تؤثر إطلاقا على نتيجة الانتخابات. وإن شاء الله هذه في إطار هذه الاهتمام وتمسك الدولة بالشفافية بالتنظيم المحكم للانتخابات، إن شاء الله ستكون بعض هذه الملاحظات من المنتظمة أن الدولة إن شاء الله والجهات المعنية في الدولة في مصر تستوعب هذه الحاجات وتستفيد بها. أكد رئيس منظمة ماعت للسلام والتنمية أيمن عقيل عن مشاركة 21 متابعا دوليا إضافة إلى 520 متابعا محليا مع ائتلاف نزاهة في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية. ائتلاف نزاهة كان مبادرة تشكلت على هامش الدورة 37 لحقوق الإنسان في جنيف، وزي ما قالت الأستاذة هاجر هي مكونة من ثلاث منظمات متطوعون بلا حدود من لبنان بيرأسها صديقي رياض عيسى، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان في جنيف وبيرأسها صديقي الأستاذ أيمن نصري، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية. إحنا كان معانا 21 متابع دولي، وكان معانا 520 متابع محلي، 40 متابع محلي في كل محافظة من المحافظات المستهدفة. يمكن إحنا تابعنا الانتخابات محليا ودوليا في 3152 مركز انتخابي بنسبة 28.7% من اجمالي مراكز الاقتراع. واكد رياض عيسى رئيس منظمة متطوعون بلا حدود ان العملية الانتخابية تمت طبقا لمعايير النزاهة الدولية وفقا لقوانين والتشريعات المصرية. فان ائتلاف نزاهة يرى بشكل عام ان العملية الانتخابية جاءت متوافقة مع هذه المعايير الدولية والأطر الدستورية القانونية والوطنية، وطبقا لمعلومات مرصد الائتلاف لم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أي شكاوى يمكن أن يعول عليها في الطعن على نتائج هذه العملية. قال رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية عبد الله ديوب، قال إن البعثة الإفريقية تكونت من 40 مراقبا تم توزيعهم على 10 محافظات، مشددا على أن الوفد لم يرصد وجود أي تلاعب أو تزوير في اللجان. بناء على الدعوة المقدمة من الحكومة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات، أرسل رئيس منظمة الاتحاد الإفريقي بعثة قصيرة المدى لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية، وكان يرأس هذه البعثة وزير خارجية مالي السابق، وتكونت من 40 مراقبا جاءوا من مختلف الهيئات الإفريقية من البرلمان الإفريقي والسفراء المعتمدين لدى الاتحاد الإفريقي ومن منظمات المجتمع المدني، وتم إرسال المراقبين
إلى 10 محافظات منذ اليوم الأول للتصويت حتى انتهاء العملية الانتخابية. وأكد دايوب أن البعثة الإفريقية ستصدر بيانها الختامي حول العملية الانتخابية على الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد الإفريقي. بدأت البعثة أعمالها في متابعة العمليات التحضيرية للانتخابات حتى قبل حضورها إلى مصر، وستصدر البعثة بيانها الموسع بشأن الانتخابات على الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الإفريقي، وسيكون هو البيان الختامي بالاشتراك مع كافة الشركاء الإفريقيين وفي جمهورية مصر العربية. يواصل أعضاء حزب الوفد تصويت في انتخابات رئاسة الحزب والتي يتنافس فيها 5 مرشحين من أبرزهم المستشار بهاء أبو شقاة سكرتير عام الحزب والمهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب بالإضافة إلى الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس الحزب. تأتي هذه الانتخابات بعد نهاية ولاية الدكتور السيد البدوي الذي قضى دورتين منذ عام 2010 وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقا للائحة الجديدة. كما تصوت الهيئة الوفدية على مقترح تعديل اللائحة الذي تقدم به الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، حيث تقدم البدوي بمقترح لتعديل 15 مادة. لمزيد من التفاصيل عن انتخابات الوفد ينضم إلينا مراسل أونلاين من داخل الحزب عمر نور الدين. أهلا بك معنا عمر، وطلعنا على التفاصيل، تفضل. نهى يعني منذ 9 صباحا انتظم أعضاء حزب الوفد الذي يحق لهم التصويت وعددهم 4443 عضوا ممن دفعوا الاشتراكات وصدرت لهم بطاقات تسمح لهم وتخول لهم بالتصويت. عدد من أتى حتى الآن وقد أقفل باب الدخول أو التصويت في 5، وحدثت يعني لنقل مشادة أو خلاف حول مد التصويت ساعة أو أكثر أو لا، لأن كان هناك بعض من الوفديين الموجودين الأعضاء يريدون أن يدينوا بصوتهم، لكن غلب رأي عدم التمديد، وبالتالي نحن الآن في انتظار خروج هذه الصناديق من المكان الذي هو في الخلف، حيث أدلى المصوتون في 24 لجنة بأصواتهم. تنتقل هذه الصناديق إلى هذا المستوى، هذا هو الدور الأول في المقر بالدقي، غرفة اجتماعات الهيئة العليا للحزب، حيث ستفرز الصناديق، ومن بعدها مباشرة سوف تعلن النتيجة وتراقب أو بالأحرى ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الانتخابات، وهم من ينظمون العملية كاملة بلا تدخل من الحزب، فقط حتى الإدارة، إدارة الدخول والخروج هي لقوات الأمن الشرطة ومن شركة أمن خاصة، وبالتالي نحن ننتظر في الساعات القادمة هذا الفرز. كما أسلفت في صدر الخبر 3 مترشحين أساسيين متنافسين، ولعلي سأخص 2، المستشار بهاء الدين أبو شقة العضو البارز والتاريخي للحزب، والذي يروج في حملته أنه منذ أيام فؤاد سراج الدين وهو يعني القيادي التاريخي أيضا لحزب الوفد، ولهذا يدفع به دفعا لأنه يعرف مبادئ الحزب وهذا هو برنامجه. بالمناسبة الذي لم يضع برنامجا تفصيليا كما وضع المرشح المنافس له دكتور ياسر حسان، هكذا جاءت اللافتة الدعائية وباختصار شديد عن المبادئ وعن التوجهات، 4 توجهات أساسية للمرشح بهاء الدين أبو شقة: إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية. وكان العنوان الأبرز للمتابعين الذين أو للمؤيدين له من أبناء الحزب: نحن نريد الوفديين وليس الوافدين. الوافدين بين قوسين هم من أتوا في السنين السابقة، يخصصون السنين 8 السابقة، الذين أتوا إن كانوا رجال أعمال أو خلافه كانوا من خارج الحزب ثم انتموا الحزب، ويفترض أنهم ليسوا محببين أو ليسوا مرغوبين كثيرا من قبل هذا المعسكر، معسكر
الذي يؤيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رقم واحد، أما المرشح الآخر ذو الحظوظ المتنافسة مع المستشار بهاء الدين أبو شقة هو دكتور ياسر حسان، هو متخرج من كلية الحقوق وله دراسات أو دكتوراه في الاقتصاد السياسي، يعمل بمجال الإعلام، وبالتالي هو أيضا له خبرة كبيرة في مسألة العمل المجتمعي، العمل في الوصول إلى الناس، كيف يمكن أن ينقل الحزب إلى مرحلة أخرى مبتغاة من الفريقين ومن كل المترشحين الخمسة على هذا المنصب. الهدف الأساسي هنا هو عودة حزب الوفد لمكانته التاريخية، 100 عام على تأسيسه في 1919، لكن 75 عام من الحياة السياسية لأنه توقف عمليا عن الحياة السياسية، 25 عاما ربما في إن ذكرت التاريخ بشكل منضبط في 78، ثم عاد قبل 25 عاما للعمل، ولهذا يفترض أنه في المرحلة القادمة سوف ينتقل مع أي من المترشحين الذين سيفوزون. هذا هو ثالث أكبر أحزاب المصرية في البرلمان، 40 نائبا ينتظمون في مجلس النواب، هو أحد الأحزاب المشكلة لائتلاف دعم مصر، هو رقمه 2 في هذا الائتلاف، لكن رقمه 3 في أكبر الأحزاب الموجودة في البرلمان، وهو الحزب الأقدم في الشرق الأوسط. يفترض أنه أيضا عندما ينتهي الحزب من إعلان النتيجة بعد ساعات يعلن المترشح الفائز عن يعني ما هي توجهاته في الفترة المقبلة، خاصة وأن الإجماع أيضا على أن هناك انقسامات وخلافات تصل إلى حدة كبيرة، ولهذا اجتمع المترشحون. فالأول هو لم الشمل، لأن البيت الداخلي إن لم يرتب أولا لن يستطيع الحزب أن يخرج إلى الشارع للوصول للناخبين. إذا نتابعوا اللقطات التي سوف تتاح لنا بعد قليل للدخول وبدء عمليات الفرز ليعلن مجلس القومي لحقوق الإنسان المتابع لهذه الانتخابات النتائج مباشرة النهار. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسل أونلايف من داخل الحزب عمر نور الدين على كافة التفاصيل، وسنتابع معك بالتأكيد. أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت على التلاعب بالدين وبتوظيفه لما يصب في صالحها، سواء بالكذب والبهتان أو بالسب واللعان. وأضاف المرصد في بيان له أن الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية قد تجاوزت في ذلك جميع الأعراف والمواثيق الأخلاقية والإعلامية، وأضحت قنوات الجماعة منبرا للسباب واللعان وقذف المحصنات بالباطل، بعد أن أصابتها الصدمة من المشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات سواء في الخارج أو في الداخل. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي المسؤولين بصندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة وببدء صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر إبريل بدءا من يوم الأحد الأول من إبريل، والتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للبريد. وصرحت والي بأن المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من المعاشات التي تصرف من منافذ صرف الصندوقين، وذلك نظرا لقرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، وتيسيرا على أصحاب المعاشات المستفيدين. كما وجهت بإعداد غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف واستمرار منافذ صرف الصندوقين في صرف المعاشات بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة وجود حالات في المنافذ. أعلنت وزارة الإسكان أنها ستعلن خلال أيام عن أضخم طرح للأراضي السكنية والاستثمارية وأراضي الخدمات والوحدات السكنية لعام 2018-2019. من جهة أخرى، عقد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية خالد صديق اجتماعا مع مدير عام مكتبات مصر العامة رياض رضوان لوضع تصور لإنشاء مكتبات عامة في المناطق التي يتم تطويرها لنشر الوعي الثقافي وغرس الانتماء في الأطفال وفي الشباب من أجل للابتعاد بهم عن الانتماءات الفكرية المتطرفة والنجاح في خلق جيل جديد بوعي فكري مثقف.
شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات في محطة إيتاي البارود بتكلفة إجمالية تقدر ب 150 مليون جنيه، والذي تنفذه شركة تلس العالمية، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الإسكندرية لزيادة معدلات السلامة والأمان وصرح وزير النقل أن الهدف من تحديث نظام الإشارات باستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان، كما يسمح التصميم الجديد لنظم الإشارات بسير القطارات بسرعة 160 كيلومترا بدلا من 120 كيلومترا في الساعة. بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي مع نائب الرئيس التنفيذي ومدير القطاع المالي لشركة فودافون العالمية نيكريد الخطط التوسعية للشركة في مجال التعهيد داخل مصر، حيث تنوي الشركة زيادة استثماراتها من خلال إقامة مراكز تعهيد في المناطق التكنولوجية بأسيوط وبرج العرب. سيصل عدد العاملين بها إلى 7000 متخصص، ويعمل في فودافون العالمية أكثر من 5600 من الشباب المصري المتخصص في تقديم خدمات الدعم الفني ب 12 لغة للعديد من الدول. ترأس وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك، وقال قابيل سيتم خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل عقد منتدى أعمال مصري برتغالي، وذلك بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في مختلف المجالات. وأضاف الوزير أن مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك يعد إحدى أهم الآليات الداعمة لمنظومة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية دور المجلس في تعزيز الشراكة التجارية الاستثمارية بين مصر والبرتغال. تحل اليوم الذكرى 41 الذكرى 41 لوفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي رحل عن عالمنا في 30 من مارس عام 1977 عن عمر ناهز 48 عاما. الذكرى 41 لوفاة العندليب، لكنه ما زال حاضرا وبقوة في وجدان الشعوب العربية. إذن إلى أهم عناوين الجولة. 12 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 1200 مصاب في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة. الحرب الباردة بين موسكو والغرب تشتعل بعد طرد روسيا عدة دبلوماسيين أوروبيين. ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية يؤكد أن عملية الاقتراع تمت طبقا للمعايير الدولية. على رأس الساعة دائما لقاؤنا، شكرا لكم.